بنرحب بالدكتورة أمال الطويل، الباحثة المركز الأحرام للدراسات الاستراتيجية، وهي الآن أستاذة زائرة في جامعة جورج تاون، فنرحب بها، وهي من المهتمين بشأن السودان. ونقدم لكم الآن السيد مايك لوباي، رئيس مركز تجمع جنوب السودان، في كلمة بهذا المعنى. السلام عليكم وتحية للحضور الكرام. أود قبل زي البدء أريد أن أترحم على نفس الشهيد الطاهرة الأستاذ المهندس محمود محمد طه الذي قتل واغتيل روحه الطاهرة، ولكن القلبة أصابت تلك الأيادي الكاشفة وجعلت من فكره نبراسا يرتزى به، لأنهم استطاعوا بكل مكر ودهاء في اغتيال الروح ولم تستطيعوا في اغتيال الفكر الشهيد الأستاذ محمود محمد طه. وأريد هنا أتقدم بالثناء والشكر للإخوة والأخوات الجمهورين، فأن يكون لي شرف في حضور ذكرى اغتيال الشهيد الأستاذ محمود محمد طه. وما يسأل سائلا أو متحيرا أو غير عارف ما هي الصلة التي تربط جنوب الوادي بفكر حضرة الشهيد المهندس محمود محمد طه، وسوف أسرد العلاقة الأزلية ما بين الحزب الجمهوري في ثلاث نقاط لا أكثر ولا أقل، وإن دل ذلك ليس استخفافا بفكر الشهيد ولا بالحزب الجمهوري الذي طرح الصدق والمصداقية والأمانة واحترام الإنسانية. أريد أن أعود قليلا إلى التاريخ، لأن بعض الأحيان نقفز ولدينا المتوالية التاريخية التي لا تحصل في أي بلد إلا في السودان. عندما أنشئ الحزب الجمهوري في سنة 1945 يونيو، وعلى رأس الحزب حضرة الأستاذ، وهذه كوكبة من الإخوة الجمهوريين، السيد عبد القادر المرضي، السيد منصور عبد الحميد، السيد محمد فضل وآخرون من الكوكب الجمهوري. ولخص مسود الحزب الجمهوري في ست نقاط واضحة: المعالم والرؤية، قيام حكومة سودانية جمهورية ديمقراطية مع المحافظة على السودان بكل حدوده الجغرافية القائمة، الوحدة القومية، ترقية الفرد والعناية بشأن العامل والفلاح، محاربة الجهل، الدعاية للسودان، توطيد العلاقات مع البلاد المجاورة. يعني بمعنى ست نقاط هي المشاكل اللي احنا هسه بنعاني فيها احنا السودانيين، كأن تنبأ الأستاذ بالحاجات دي. إذا تكلمنا على جغرافية السودان، حكومة سودانية في جمهورية ديمقراطية، ما لقينا أي جمهورية ديمقراطية لحد الجمهورية في السودان. الوحدة القومية، ما أتكلم عن وحدة الجنوب والشمال، أتكلم عن وحدة قومية في السودان. This is what we are facing now. نحن هسه نتكلم عن وحدة مع الجنوب، نتكلم عن وحدة مع الشرق، نتكلم عن وحدة مع الغرب، ونتكلم عن وحدة مع الوسط، ونتكلم عن أنقسنا وحدة السودان. بذكر الكلام ده في 45، مش هسه. محاربة الجهل هو الذي أدى إلى ما نحن إليه الآن. الجهل هو الذي أتى بنا إلى هذا المحل. الدعاية للسودان، that's what the things that we're talking about. نحن عايزين الدعاية للسودان. دعاية للسودان لشنو؟ الحاجات الكويسة السودان بتعملها. خلينا نوري نحن عملنا شنو كويس عشان نعملنا الدعاية التانية. الكلام ذكر في سنة 1945، مش هسه. توطيد العلاقات مع بلاد الجوار، توطيد الناس هسه بيعملوا تكامل وبيعملوا اندماج، نحن لسه عايزين نوطد علاقات مع الناس. يعني المسخرة في التاريخ، ابتدينا نوطد علاقاتنا مع دول الجوار اللي احنا المفروض كنا تكاملنا معاهم خلاص. السودان اليوم بيحاول يوطد علاقته مع الشاد، بيحاول علاقته مع اريتريا، ودي من اذا كان السودان، كان السودان الاول كنا بنعرفه، كنا الوقت ده احنا مشينا في محل تاني، ما بنتكلم في توطيد علاقات هسه. الكلام ده كله سجل في خمسينات. هذا موضع وطني كبير جدا. لولا المؤامرة التي طبخت بأيادي حزبية ضد الحزب الجمهوري في طرح مسألة قانون الردة في حق الحزب،
والكل يدرك جيدا ماذا تعني الردة في الإسلام وعاقبها، وذلك قبل الحزب. وده خلى الحزب يتخندق ويحاول الدفاع عن نفسه لوحده، ولذلك عُعد من الحياة السياسية السودانية السيئة الذكر، والتي أيضا عملت الحزب أحزاب سودانية أخرى، ومنهم ضمن الحزب الشيوعي والحزب الجمهوري، الحزب الاشتراكي الجمهوري. لذلك نجد أن السياسة السودانية كانت تقصي السودانيين من المنابر السياسية، وتستعمل التدليس والقش والخداع والمكر والميكافيلية من الألقية تبرر الوسيلة، وبذلك شردت أكبر شريحة سودانية في عدم المشاركة السياسية السودانية الصادقة والأمينة. ولكي أكون داخل إطار الموضوع وللذكرى والتاريخ، أريد أن أذكر ثلاث أحزاب سودانية طرحت قضية الجنوب بشكل صادق وأمين، ولهم الحزب الجمهوري والحزب الجمهوري الاشتراكي والحزب الشيوعي السوداني. عندما قال، يشير هنا الحزب الجمهوري، عندما قال لابد أن يكون الشمال عادلا مع مطالب الجنوب العادلة في المطالب الحكم الذاتي وفي السودان، وبالذات تكلم كثير الأستاذ محمود محو الطاهر موضوع السودان دي، ولنا منابر أخرى سنتكلم فيها، لأنه لا يرى قضاضة في المطالبة بذلك الحق، وذلك الحق هو الذي طالب به القوى السودانية أنذاك بحق الحكم السودانية الذاتي من التاج والإمبراطورية، ولماذا يعطي ذلك الحق للجنوب؟ طرح الحزب الجمهوري سؤالا ثانيا، حتى السؤال لحد يوم الليلة ما جاوب عليه، بأن الحجة التي تقول وأصبحت تكرر في غير موضعها، وأصبحت تشير بأن الجنوب غير قادر أن يمثل نفسه أو لا أن يعطي حق الحكم الذاتي لأنه متخلف سياسيا، فهذه فرية وتدليس للحقائق. إذا نظرنا إلى جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور نجد نفس النسبة، إذا كانت الحجة بالنسب والتناسب يكاد الجنوب يكون أحسن حالا من هذه المناطق التي ذكرت في عادات المتعلمين المتواجدين في جنوب الوادي. ولماذا يحرم الجنوب من الدخول في الجمعية التأسيسية أو المجلس الاستشاري آنذاك؟ هذه الحجة في غير مكانها، قالها الحزب الجمهوري آنذاك. الذين عارضوا دخول الجنوب الاستقلاليون والاتحاديون، والتاريخ يشير على ذلك، وأول من نادى بالتساوي في برز الشخصية السودانية، الحزب الجمهوري كان قوي جدا في أنه يبرز الشخصية السودانية، الإنسان السوداني والإنسان السودانية، والتراث السوداني هو الأستاذ الشهيد محمود محمد طه. ولكي لا أكون قد أخذت الوقت وقت الآخرين في حق المشاركة، أشير بأنني ألوم الحزب الجمهوري لعدم توقله جنوبا، لكان الجنوب والسودان أكثر حالا من اللصوص الجبهة القومية والذين أدخلوا الفساد السياسي والديني في حياة المواطن الجنوبي المسلم الذي كان أبدر له أن يتشرف من الفكر الجمهوري الذي ينادي بالعدالة للجميع، المساومة بين الرجال، المساومة بين النساء، المساومة بين المؤمنين في جميع مللهم، والمساواة في المجتمع. لذلك أطلب ووجه هذا النداء من هذا المنبر بين الإخوة الجمهوريين التوجه جنوبا لبسط الدعوة لفكر الأستاذ محمود محمد طه، وسوف تجد الأرضية القابلة للاستماع والاطلاع له بدون الشك، وأنا أدرك ذلك جيدا للعذاب الذي عاشه خالي والذي تدين ودرس في الأزهر الشريف وتخصص في دراسات الفقه الإسلامي والدراسات الإسلامية حتى أصبح إماما يأمن بالمصلين في تنزانيا ويوغندا وفترة الستينات بدون أي مشكلة. وعندما تم توقيع اتفاقية أدس أبابا في عام 1972 حضر إلى بلده ليقوم بالدعوة والترشيد، ولكن للأسف الشديد قابلته مشكلة في أن رفض عادات متشرجمة خارجة عن ملة الإسلام أن تقف خلف الخال الإمام القادر والعارف والدارس، برفض السلة من التجار وبعض العسكر الذين ينعدم فيهم المعرفة بأن يرفض الوقوف خلفه. حتى قال لي في ذات يوم يريد أن يقابل الأستاذ محمود محمد طه، قال له الأستاذ الشهيد أن يكون صابرا كآل ياسر وآل عرمان، وسيكون مداخلة أخرى في ساحات أخرى نتحدث في هذا الموضوع بإسهاب. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله الشهيد.
السلام عليكم. في البداية أرجو أن نقف دقيقة واحدة حدالا على هذا المفكر العظيم ثم نبدأ في الحديث. المفكر العالمي ولا أقول السوداني الأستاذ محمود محمد طه سبق عصره وتنبأ بأشياء تحدث حتى الآن. الطوفان الذي حذر منه سيحدث قريبا بشكل لا يصدقه الكثيرون. تنبأ عن أن السودان يتجه إلى التشظي وإلى الانفجار. لم يكن فقط مفكرا دينيا بل كان مصلحا اجتماعيا ثاقب النظرة، واستطاع أن يقرأ مستقبل السودان من خلال تصرفات المهووسين الذين كانوا يتربعون على دست الحكم في ذلك الوقت. كان أول من دعا لوحدة الأديان في العصر الحديث، ليس الديانات الإبراهيمية فقط، حتى الأرواحيين وكل معتنق الديانات الأخرى. رجل فكره كان يتسع كل الفكر الإنساني، لذلك خاف منه هؤلاء المتطرفون وتعجلوا في القضاء عليه. الأستاذ محمود كان الوحيد في ميدانه، كذلك بالنسبة للمرأة. وسط الضجيج السياسي الذي عم السودان من الاستقلال حتى الآن، لم يتحدث زعيم سياسي عن المرأة أو أعلى حق المرأة كما فعل الأستاذ محمود. وهنا أرجو أن أقتبس من تاريخنا القديم والذي نهل منه الأستاذ محمود بفكره الصوفي العميق: كنداكات السودان أو أوائل ملكات التاريخ. الأستاذ محمود لم يأتي بهذا الفكر الجميل والكبير من فراغ، قرأ وهضم كل المعارف الإنسانية وقدمها في عصر مليء بالشعوذة والدجل. لذلك ظهر لنا المهلاوي والكاشفي وكل مفكري العصور الوسطى واغتالوه. الأستاذ محمود محمد طه قدس أيضا حرية الفكر وقال أن الحرية لنا ولسوانا، وليس مثل هؤلاء الذين يمتلكون كل شيء، حتى الحرية لهم وليس لغيرهم. منتهى الديمقراطية أن تعترف بحق الآخر وبحرية الآخر. الطوفان أوشك أن يتم، أوشك أن يقتلع السودان، ما تنبأ به قبل أكثر من 4 عقود. وفي خطابه هذا أو الطوفان
يحدث الآن بصورة واضحة. السودان يتشظر ليس بين الشمال والجنوب، إنما كل السودان شرقه وغربه وجنوبه وشماله، ولم يبقى من السودان إلا مثلث حقير يسمى مثلث حمدي، ومن هناك من المثلث ده عاوزين ينطلقوا لبناء إمبراطورية وهمية من الإسلاميين المتطرفين والعروبيين المتطرفين للانقضاض على السودان، ومن السودان إلى البحيرات وإلى الغرب والشرق وإلى كل العالم العربي والإسلامي. وهذا وهم وضعه دكتور حسن الترابي، رغم أنه قفز من السفينة الغارقة بناء الإسلام السياسي الذي وقف ضده الأستاذ محمود. ما نراه اليوم هو تحقيق لنبوءة الأستاذ محمود، إنه السودان في اتجاه الانشطار. في حديثي أمام محكمة المهزلة أمام القاضي الهزلي المهلاوي ذكر أنهم شوهوا الإسلام وهددوا وحدة البلاد وأذلوا المعارضين، وكذلك حطموا استقلال القضاء. هذه الأشياء كلها نعيشها الآن. رئيس حكم السودان 20 عاما ويحلم بأن يحكم 20 أخرى، يغتصب السلطة، وبعد 20 سنة يريد أن يقدم نفسه بصورة ديمقراطية. كيف يحدث هذا؟ إنسان اعتدى على الديمقراطية واغتصب السلطة، بأي منطق يقنعنا؟ هذا ما وقف ضده الأستاذ محمود. ومن الدروس المهمة جدا اللي ممكن نستفيد منها من نضال الشهيد الأستاذ محمود، أن الحرية لنا ولسوانا، إذا لم نقف ونغتصب هذه الحرية لن تجي لنا هذه الحرية على في صحاف من ذهب. الحرية تقتلع عنوة واقتدار. إذا سكتنا وصمتنا وتركنا عمر البشير ومن خلفه بعض الأحزاب التي أعلنت اليوم وأمس أنها تريد أن تصوت لحزب المؤتمر الوطني أو عمر البشير، نحن كلنا مسؤولون أمام هذه الكارثة الوطنية القادمة. وكذلك أطلب من الإخوة الجمهوريين أنهم يدخلوا بكلياتهم إلى المعترك السياسي، يدخلوا كمرشحين، لأن الحديد لا يفل له إلا الحديد. هذا الفكر المعوج يجب أن تنازله بنفس الكيفية. رئيس يمثل الإسلام السياسي يجب أن يكون مقابله برضو إسلام مستنير كما قدم له الأستاذ محمود طه. فأنا يعني من هذا المنبر وإحياء لذكرى الراحل الشهيد محمد طه أطلب من كل الإخوان وعلى رأسهم إخوتنا وأصدقائنا في الحزب الجمهوري والذين نؤمن بأفكارهم كلها أن نعمل فيما تبقى من هذه الشهور القليلة 3 أو 4 شهور، نبذل كل ما في طاقتنا لتعرية هذا التغيير أو الطامة الكبرى اللي جايانا، هذا الطوفان. خلاص إذا سكتنا وبدينا نتكلم ساكت كده حنروح فيها كلنا. يجب أن نتفق حول من يستطيع أن يهزم هذا الخطر المحدق والقادم، هذا الطوفان. ختاماً
باسم المنظمة السودانية لحقوق الإنسان فرع واشنطن، واللي أنشئت أو قامت في منزل دكتور أحمد الدالي سنة 1992. وقررنا في الاجتماع إحياء ذكرى الأستاذ محمد طه كيوم لحقوق الإنسان السوداني والإفريقي والعربي، ويعتمد هذا القرار من قبل المنظمة السودانية لحقوق الإنسان، إلا أن الظروف التي تحيط بالمنظمات السودانية وبالناشطين السودانيين في الداخل وفي الخارج لم تمكننا من يعني أن نقيم لهذا اليوم بالصورة اللائقة. من هنا نستطيع أن نعيد التفكير في كيفية إقامة يوم سنوي أو مهرجان لحقوق الإنسان من خلال أعمال الأستاذ محمد طه. وأنا مستعد إن شاء الله every January أكون في أعمل معاكم لإحياء هذه المناسبة الكريمة، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا.